بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة فيديو جديد على قناتي تغطيات قناة الهنا. الفيديو جولة في تخفيضات العائلة. هنشوف أساس منزلي، ترابيزات التلفزيون وطاولات السفرة. الأسعار حلوة جدا، عندهم حاجات كتيرة جدا في الدور التاني، في حافظات سجاد وسجاد، هنشوف أنواع سجاد برضو بأسعارها. بس يا ريت كده بقى قبل ما نتفرج على الفيديو سوا مع بعض، اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش حبايبي تعملوا لنا اشتراك، الاشتراك اللي هو تحت الفيديو مباشرة او الجرس اشعارات الكل، عشان ان شاء الله يوصل لكم كل فيديو جديد من القناة. وما تنسوش اللايك. نبتدي كده الفيديو مع بعض. زي ما قلت لكم ده في الدور الثاني في تخفيضات العائلة. الأسعار بتبتدي من 5 ريال، هتلاقوا دواسات بتبتدي من 5 ريال و11 و29 وسجاد تركي، كل حاجة، وستاير، كل ده في الدور الثاني فوق. موجود برضو عندهم تحف، هتلاقوا في الدور التاني ده برضو ملابس أطفال وملابس نسائي وملابس رجالي، كل حاجة، أحذية وشنط. ده سجاد فارو، بتبتدي الأسعار من 29، في بقى ب107، في ب134 الحجم الكبير، هتلاقوا برضو أطقم لحاف وأطقم ملايات، بطاطين، كراسي، كل حاجة. دي أطقم ملايات على فيها بكام؟ في ب67 وفي ب62. في اللي هو مفرش الدفاية ده على 48، في ستاير برضو الطقم منها على 48. نشوف بقى اسعار السجاد. دي سعرها 37، اسعار السجاد زي ما قلت لكم من اول الدواسات بتبتدي من 5 ريال، في دواسات ب5 وب11، واحجام بقى مختلفة، كل ما الحجم طبعا يبقى اكبر كل ما السعر بيعلى شوية. دي ب11، دي ترابيزة مداخل ب149، يعني ترابيزة مدخل للصالة كده. السجادة دي ب129. في بقى السجاد ده في ألوان منه مختلفة، ده الرمادي، دي ب72 يا بلاش، والله سعرها حلو قوي، ب72. في كذا لون منها بقى، في البني والأزرق والموف والأحمر، ب72، هي تقريبا 2 متر في 3. في بقى السجاد الكبير ده، ده سجاد تركي حجم كبير ب745، اللي هو الحجم الكبير ده، هتلاقوا بقى ب500 وحاجة، يعني زي ما قلت لكم بتبتدي الأسعار من 5 ريال، 5 و11 و12. شايفين السجادة دي؟ دي ب99، دي مقاسها تقريبا برضو 2 في 3.5، في منها كذا لون، البنيات والأحمر والأزرقات، في كوفرتات برضو على 44، بيعملوا بقى عروض خاصة على طول يعني. دي ب19 الخدادية دي،
هنا ب 27. نشوف بقى أسعار الطاولات وطاولات التلفزيون، في تخفيضات عليها 50% في بعض الحاجات. دي طاولة تلفزيون أو ترابيزة تلفزيون. طاولات التلفزيون بتبتدي عندهم من 129، هتلاقوا بقى حاجات ب 200 وحاجة، حاجات مثلا ب 300 كده. دي طاولة سفرة ب 6 كراسي متنجدة. في بقى ترابيزات المداخل، دي على فكرة بيبيعوا المجموعة مع بعضها، يعني كذا ترابيزة مع بعض. سعرها كام؟ هنشوف كده. دي ب 1599 مجموعة الترابيزات دي. دي ترابيزة السفرة ب 6 كراسي ب 790. في برضو طاولات للتلفزيون اهي، دي ب 179. دي طاولة تلفزيون ب 179. دي ترابيزة للطعام او ترابيزة سفرة بكام؟ ب 729 مع 6 كراسي. على فكرة كمان نوعيتهم حلوة، الخامة كويسة. دي ترابيزات تلفاز برضو او تلفزيون. حلو قوي اللي فيها دهب. دي ب 445. في منها على فكرة اللون الرمادي والبيج والبني، شكلها شيك قوي. دي ترابيزة تلفزيون برضو ومعاها مكتبة، دي سعرها 479. في منها الأبيض اللي هو الأوف وايت ده. وما شاء الله عندهم تشكيلة كبيرة جدا من الطاولات، سواء طاولات المداخل أو التلفزيون أو طاولات السفرة. بكده خلصت جولتنا النهاردة، كانت جولة في تخفيضات العائلة على في قسم المفروشات والأساس المنزلي. شفنا طاولات سفرة وترابيزات تلفزيون وسجاد. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. اذا عجبكم بقى الفيديو حبايبي ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك ولايك، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جديدة. مع السلامة.